يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم مشاهدة الفيديو، وما حكم مشاهدة ما يسمى بأفلام الكرتون التي تباع في التسجيلات الإسلامية؟ الله يا أخي تجنب هذه الأمور، السلامة من هذه الأمور أحسن لك، وأبعد لك عن الوقوع في الخلل في الأخلاق وغير ذلك، تتدرج شيئا فشيئا، فابتعد عنها، السلامة والعافية نعمة من الله. نعم.